جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين اونر عيادات لابونيتا جولي. النهارده هرد عليكم، هي مش حلقه طبيه ومش حلقه فيها نصايح، ولكن هي رد على اسئله كتير جات لي. ايه روتينك؟ ايه الروتين اللي بستخدمه لبشرتي؟ ولكل حد عدى سن ال 35 الروتين ده افضل روتين ممكن تستخدميه ونتائجه رهيبه، بيخلي دايما وشك فيه نضاره فيه جلوينج. تعالوا اتفرجوا وشوفوا. انا هقول لكم تعملوا روتين زي بتاعي ازاي، هو ده روتيني الشخصي اللي طلبتوه مني. انا قلت اعمله لكم في حلقه، يعني افضل من ان انا ابعته لكل حد. خلينا كلنا نتفرج عليه وننقي منه الاصلح والاسلم لينا. مش شرط ان انت تستخدمي كل حاجه انا استخدمتها، ولكن في حاجات مهمه وفي حاجات ممكن تكون اكسترا لكن بتعمل شكل وشد حلو لبشرتك. الروتين بتاعي، اول حاجه بعمل ايه الصبح وبعمل ايه بالليل. الروتين من الحاجات المهمه اللي بتخلي شكل بشرتك وجلدك حلو. يعني ما تقوليش اما احط الكريم الفلاني المفروض يديني افكت كذا سريعا، لا. الروتين بكلمه روتين يعني حاجه ممله، يعني حاجه يوميه بعملها، يعني هو مع اللونج رام بيبان على وشك النضاره وانه ما بقي صغير وانه شكله افضل. طيب هنستخدم ايه في الروتين بتاعنا؟ اول حاجه الصبح ان انا بغسل وشي بالغسول بتاعي، وانا ما جبتش الغسول لاني اتكلمت في حلقات كتيره قوي على الغسولات. وطبعا الغسول ده انديفيديوال كيس، يعني كل حاله حسب نوع بشرتك انت بتستخدمي الغسول المناسب ليه. انا بغسل وشي بالغسول وبعدين بحط التونر بتاعي. التونر اللي انا وريته لكم في حلقه قبل كده اللي هو تونر الذهب، ده التونر اللي بالنسبه لي مفضل قوي وينفع لكل انواع البشره لانه مش اويلي وما فيهوش اي مشاكل. يعني اغسل وشي بالغسول، اعمل قطنه بالتونر وابتدي احط الروتين بتاعي اللي هو ايه. اول حاجه بحطها سيرم الهيالورونيك اسيد، انا بستخدمه كمرطب حلو قوي لجلدي وكمان مش اويلي، ملمسه حلو ما فيهوش لمعه. الهيالورونيك اسيد بتاع ال سي انا اتكلمت عنه قبل كده، هو دلوقتي حاليا اللي انا بستخدمه، ولكن في هيالورونيك اسيد كتير جدا في السوق غيره لانه ناقص حتى بتاعي، يعني قرب يخلص. فلكن انت ممكن تسالي على الهيالورونيك اسيد في كل الصيدليات، هتلاقي شركه لاروش منزلاه، شركه فيتشي منزلاه. سهل انك تستخدمي هيالورونيك اسيد وبيبقى احسن حاجه للترطيب، وفي نفس الوقت عمره ما يعمل لك اي مشاكل او حبوب او الكلام ده. يبقى انا برطب وشي بالهيالورونيك اسيد. بعد كده بحط فيتامين سي، وانا حاليا بستخدم فيتامين سي بتاع ذا بادي شوب، موجود في كل فروع ذا بادي شوب، واستخدمت فيتامين سي كتير، حاجات موجوده في الصيدليه زي اي سي ام، زي بي اتش فورمولا، كل الحاجات دي ممتازه. ولكن حاليا انا عجبني بتاع ذا بادي شوب علشان ملمسه كريمي شويه، بيديني شكل البرايمر، فلما احط عليه سان بلوك بيديني كاني حاطه فانديشن وانا مش بحب احط الفانديشن. فيتامين سي، يبقى انا حطيت مرطب وبعدين فيتامين سي. انا مش من الناس اللي بحب احط فانديشن وانا خارجه الصبح، او عامه انا مش بحطه الا مثلا وانا في مناسبه او انا في ايفنت مهم او انا في كلوزد كاميرا قوي على وشي، لكن غير كده ابعدي عن الفانديشن. كل السان بلوك دلوقتي في السوق موجود فيها تنت، فتقدري تعملي بيها كفرج حلو لوشك وفي نفس الوقت هتحميكي من اشعه الشمس. وده كان روتين الصباح. تعالوا نشوف بالليل هنعمل ايه. روتيني ايه بالليل؟ انا لما برجع من بره لازم اشيل اي حاجه انا احطها على وشي، سواء فانديشن او سان بلوك او ماسكارا او اي ميك اب، لازم اشيله بالميك اب ريموفر، لان الميك اب ريموفر فيه خاصيه انه يمتص كل الاويلز اللي في وشك غير الغسول. فانا بمسك قطنه اكب عليها الميك اب ريموفر وابتدي امسح وشي كله، وبعدين بغسل وشي بالغسول تاني زي ما عملت الصبح بالظبط، واحط التونر زي ما عملت الصبح بالظبط، وابتدي روتيني الليلي اللي هو عباره عن ايه؟ سيرم الريتينول، وده انا كلمتكم في حلقات كتيره قوي عن اهميه الريتينول، وهرجع اقول لك تاني الريتينول من الحاجات اللي بتحافظ على بشرتك من التجاعيد. الريتينول مجدد للخلايا، فدايما بيخلي فيه رينيول في وشك، دايما وشك فيه تجديد، دايما يحميكي من ان يحصل لك تجاعيد رفيعه، يدي نضاره عاليه جدا للفيس. فانا بستخدم الريتينول، ولو انت بشرتك بتتحسس شويه او ممكن تحمر منه بستخدمه يوم او يوم لا بالتبادل مع فيتامين سي، بس عمري ما استخدم الاثنين مع بعض في نفس التايم ابدا. يا ده يا ده. الريتينول موجود في كل الصيدليات، انا بحب الريتينول بتاع ريكسول عشان مصنع بتقنيه النانو تكنولوجي اللي امتصاصه بيبقى سريع وحلو. بعد ما حطيت الريتينول لازم ارطب وبسرعه، لان الريتينول من الحاجات اللي بيسموها حاميه شويه على الجلد. فبرطب بايه؟ انا بموت في السيرم ده اللي هو النانو تريت جولد، جولد لان هو سيرم ذهب. السيرم ده من السيرمات الممتازه، مش بس هترطب وشك،
هتديكي جلوينج ولمعه اللي كلكم بتسالوني عليها. وشك فيه لمعه طبيعيه، اللمعه الطبيعيه دي جايه من فليكسات الذهب اللي موجوده في السيرم ده. السيرم ده هايل، نون كومودوجينيك، يعني ما بيعملش اي حبوب او دهون. ترطيبه والذهب بيدي نضاره عاليه قوي، سعره في متناول كل الناس، موجود في كل مكان. الذهب احنا عارفين ان هو من الحاجات اللي بتستخدم لتجديد خلايا الجلد لشدها، لانها تديلها عمر اصغر، فانا بحب قوي استخدمه. ممكن استخدمه مره الصبح ومره بالليل، لكن في الغالب انا ما استغناش عنه بالليل. بعد ما حطينا سيرم الذهب هاجي لللوشن او الكريم او سيرم زي ما تسميه، لان هو ملمسه غريب، يعني ما تعرفيش هو كريم هو لوشن هو سيرم، هو حاجه كده تحفه روعه، اللي هو كريم الخلايا الجذعيه. برضو كلمتكم عنه قبل كده. الخلايا الجذعيه دي حاجه من الحاجات اللي لازم تدي لاي جلد تتحط عليه نضاره فائقه، فعلا بتمنع الشيخوخه، هي كده على طول. يعني انسب جمله اقولها عليها ان الكريم ده كريم مانع للشيخوخه. فالكريم ده انا لا يمكن استغنى عنه في روتيني. رينيوال بتاع شركه ام دي ثيوتيكلز، شركه انجليزيه عامله سحر اسمه الخلايا الجذعيه، انا بحطه على طول دايركتلي بالليل بعد السيرم مباشره، واختم روتيني بكريم الكولاجين اللي كلمتكم برضو عنه كتير بالتفصيل، وقلت لكم ان كريم الكولاجين بتقنيه النانو تكنولوجي بيخليكي تقوي مستوى الكولاجين في جلدك جدا، وكمان فيه كافيار وكافيين فبيمنع الهالات، بيمنع الغمقان اللي حوالين الفم، بيرطب الشفايف، بيشد الرقبه، فمن الحاجات اللي لا يمكن استغنى عنها. عندي حاجه في الروتين بتاعي بسميها مثلث النضارة. ايه هو مثلث النضارة؟ التلاتة دول. اي حاجة تانية ممكن استغنى عنها الا التلاتة دول: كريم الكولاجين براند، سيرم الذهب نانو تريت، كريم الخلايا الجذعية بتاع ام دي ثيوتيكلز. دول مثلث النضارة اللي اي حد هيستخدم التلاتة دول لا يمكن وشه ميبقاش فيه نضارة ونضارة فائقة كمان. ده الروتين بتاعي وانا جايبه لكم من بيتي، وده الروتين بستخدمه كل يوم، وفعلا هو حلو قوي، بيحافظ على نضارة وشي وشد وشي وبيديني سن حلو. وبصوا هو كل حاجة فيه مميزة، وكل حاجة في برودكت انا شرحتها لكم النهاردة ليها تريتمنت او معالجة معينة. الروتين يبان كتير لكن هو ما بياخدش مني بالظبط اكتر من 3 دقايق الصبح و 3 دقايق زي يوم بالليل. لو انت حابة تستخدميه كله اوكي هيديكي افكت حلو قوي. لو حابة تستخدميه جراديولي، يعني مثلا تشتري حاجة النهاردة وتكملي بحاجة بعد شهر، اتس اوكي انك تستخدمي منه حاجات وتسقطي حاجات، مش مشكلة. انا بس جبته كله عشان انا وعدتكم ان هنزل حلقة كاملة على روتيني الخاص، وده روتين ينفع لكل سيدة ولكل بنت، حتى البنات الصغيرة دلوقتي ما عادش عندهم برضو كولاجين، الحياة العصرية شوية بقت تقلل من عندهم، الشباب ممكن يستخدموه أو يستخدموا حاجة واحدة فيه مش شرط كله، أو ينقوا المناسب لنوع بشرتهم. ولكن من بعد 35 زي حالاتي لازم هتستخدمي الروتين ده، وفعلا هيديكي نتيجة هائلة.